السلام عليكم، ونتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد ايمان على قناتنا وقناتكم التخفيضات ساره. وكيف كانوا عندكم ديما بالجديد، جاتكم اليوم فيديو اللي كيعجبكم كاملين واللي غادي يكون فيه ان شاء الله دي بروموسيون. واخيرا الاشكال والانواع ديال لي طابلو راه ان شاء الله اللي ما غادي ندوزهم لكم، غير خليكم معايا ان شاء الله حتى النهايه ديال لا فيديو. دابا غادي نحط لكم غير دي شونتيون، غير شي اشكال هكا بساط، وراهو كاينين جميع الاشكال جاو فيهم. وحتى كذلك اهم حاجه العبارات، راه كاين جوج ديال العبارات دابا حاليا عندنا، العبار الكبير فايت دوزت لكم العبار الصغير، دابا حاليا هذا الكبير الطابلو الكبير ديالو ما شاء الله ها هو دا راه كاين حاليا في المحل. مرحبا بكم كاملين. كذلك حتى ان شاء الله اليوم غادي يكون الجديد ديال لي سيغي ديال الطباسل، غادي يكون كذلك حتى الجديد ديال الديكورات الاشكال والانواع ان شاء الله، حتى ديال الطباسل ديال البديع بواحد لا بروموسيون لي اول مره غتكون فيهم. وكاين كذلك حتى الطابي العجيب او الطابي ديال الماء اللي كيشرب الماء بزاف، راه كاين حاليا حتى هو في المحل، وميزات وحدين اخرين. وبالنسبه للناس اللي كيبغيو يجيو يزورونا في المحل فاكيد مرحبا بكم كاملين. المحل راه كاين في مدينه تمارا عين عتيق في تجزئه برومو سود مقابل مع مسجد الشرقاوي اللي كتجي من الجهه ديال تمارا، فوت المحطه ديال الافريقيه اللي كاينه في عين عتيق والدور الاولى على يدكم ديال اليمن. والناس كيبغيو التوصيل فمرحبا، كنوصلوا لجميع المدن المغربيه. تقدروا تتواصلوا معنا عبر الرقم ديال الواتساب اللي هو 06 63 80 20 43، او كذلك عبر الانستغرام اللي هو @promo.sara. وحتى الناس كيبغوا لو ثيرموميكس لو كوبول لو ثيرموميكس فراند وحتى الاولكلاد راهم كلهم كاينين عندنا. ان شاء الله غير تواصلوا معايا عبر الرقم ديال الواتساب ونعطيكم جميع المعلومات. وبلا ما نطول عليكم ان شاء الله نبداو مع اول هميزه كتجي اليوم. نبداو ان شاء الله مع اول حاجه واللي هما الطباسل. كاين هذا لو موديل هذا للاول مره ان شاء الله غادي يكون. شوفوا لي الجمال ديالو، نحاول ان شاء الله نحملو هكا في اليد ديالي باش يبان لكم. شوف كيف كيجي، راه كله كيجي هكا كيبرق هذا بحال هما اللي كتلقاو بزاف عند لي تريتور. كيجي على هاد الشكل هكا ديالهم فريمون ممتاز، وفيهم هاد الطبعات هكا في الجنب، ولا كله اكيد هكا بالبديع ومطبوع اكيد. بالنسبه لهذا كاين فيه هكا ثلاثه ديال العبارات، كاين العبار الصغير كاين العبار المتوسط وهاد كاين العبار الكبير كاع هو هذا. شوف ما شاء الله قدش كيجي مقارنه مع اليد ديالي، راه كيجي كبير ما شاء الله وكيهز مزيان. بالنسبه لهذا كيف ذكرت هكا عبر شكل جديد، كاين كذلك حتى هاد لو موديل هذا اللي سبق لي ودوزتو لكم، كيجي على هاد الشكل حتى هو كذلك، راه كيجي كله هكا بالضو غير لامين. حاول نوريكم هكا مع الضو، فوالو باش يكون عندكم هكا فكره. ما شاء الله راه شي حاجه اللي البديع ديالو نقي بزاف. نفس الشكل اكيد كاين هكا في العبارات بثلاثه، كيمشي هكا السيغي فيه 12 من الصغير 12 من المويان و12 من الكبير، يعني مجموع ديال 36 بياس. كاين كذلك حتى هاد لو موديل هذا، فوالا شوف كيف كيجي حتى هو ما شاء الله كيجي كله هكا كيبقى كيلمع، وحتى لا كاليتي ديال البورسلين ديالو راه كتجي شي حاجه اللي ممتازه. بالنسبه لهذا حتى هو كذلك راه موديل جديد في المحل اول مره، راه كاين دابا حاليا متوفر هذا الموديل. الناس اللي بعاد خصوصا ديروا كابتور ديكرون ان شاء الله وصيفطوا لي في الواتساب، والناس القراب مرحبا بكم ان شاء الله جيو للمحل شوفوا ان شاء الله السلعه هكا بيديكم. كتجي على هذا الشكل شوف كيف كيجي. بالنسبه لهذا فقط الاشاره، العبار الصغير كيجي في الاسود، المتوسط ديالو راه كيجي في الابيض، والكبير كيجي في الاسود. كيجيو هما باش كيبحال كترسو داك اللون الكحل، كيجيو زوينين بزاف هكا ملي كتحطو مع بعضياتهم. واكيد حتى هو كذلك كيجيو فيه 12 البياسه. وكاين كذلك حتى الشكل ديال الفيرساتشي اللي كيعجبكم كاملين، راه كاين دابا حاليا في المحل، كيجي بحال هكا شوفوا الشكل ديالو ما شاء الله. كتجي فينا فيه الدوره ديال الفيرساتشي هنا فيه في الداخل، المتوسط كتجي فيه في الخارج بحال هكا، فوالا نتمنى يكون واضح. وعاد كاين لابور كبير كيجي على هذا الشكل هذا، كتجي فيها هكا الزوقه ديال فيرساتشي في الداخل. بالنسبه للثمن ديالهم راهم دابا حاليا اون بروموسيون، نورمالمون راه كانوا ب 900 درهم دابا ان شاء الله ب 850 درهم فقط مده 10 ايام، 10 ايام فقط 850 درهم. وحسب الكميه اللي متوفره في المحل، راه كاين منهم دابا هكا كميه، ولكن راه كيف كنقولوا على حسب الطلب ديالكم. دونك الناس اللي بغيهم هكا فديروا لي كابتور ديكرون وصيفطوا لي باش تعزلو هكا في لي موديل. دابا كاينين هاد الاربعه ديال الاشكال اللي متوفرين حاليا. نكملو وندوز دابا لهاد الطبسيل هذا، شوف ما شاء الله قد كيجي مقارنه مع اليد ديالي، نسبق لك كيجيو كبارين وراه كيجي غارق، يعني ما كيجيش فوالا باش يكون باش يبان لكم كيجي بحال هكا. بالنسبه لهذا راه فيه جوج ديال لي كولور، فيه هكا هاد اللون هذا الكغانا، ومتوفر فيه هاد اللون هذا الازرق او هاد البلو مارين، كيجيو تبارك الله ثقالين مزيان هادو، يعني هكا في الهزه ديالهم ما شاء الله كيجيو ثقيقلين. الثمن ديالهم راه كيجي غير 25 درهم، راه ماشي 30 درهم دابا، 25 درهم فقط. نكملو وندوز دابا لهاد لو موديل هذا، كيجيو على هاد الشكل، هادو كيجيو غارقين فوالا مغورفين، نتمنى يكون واضح.
وكيجي على هذا الشكل حتى هو كذلك كيجي ثقيل. كاين فيه هذا البار هذا الصغير كيجي الثمن ديالو 15 درهم، وكاين البار الكبير ديالو كيجي الثمن ديالو 20 درهم. تقدروا تاخذوا مكا بجوج، كيجيو مع بعضياتهم كيتواتاو. الثمن ديالهم كيف ذكرت 15 صغير و20 كبير. فيهم هذا الشكل هذا الاحمر، وكاين فيهم كذلك حتى هذا ديال لافيابيل كيجي على هذا الشكل وكيجي بحال هكا. البديع ديالهم فريمون ثقيل، 20 درهم 15 درهم. نكملوا ونبقاو دائما مع لي بروموسيون. الناس اللي كيتسناو الفراشه راها كاينه حاليا فوالا. بالنسبه لهذه راه ماشي ديك اللي كتمشي هكا بالبياسه الوحده اللي بالبديع، لا راه دابا الاخرى هذيك ديال البديع راه بقات منها هكا غير العبار هكا الصغير. هذا راه لو ديو اللي كيمشيو هكا فيهم زوج، راه كانت سالات دابا بحال راها جات الناس اللي كانوا كيسولوا عليها. كاين فيها شكل هكا الدوغي كتجي كتوقف بحال هكا كيمشيو هكا زوج، كاين فيها شكل الدوغي وكاين فيها هكا شكل الكغي. والناس كيسولوا على شكل الزرق، راه ان شاء الله غادي يكون ابتداء من يوم السبت المقبل. سأل من يوم السبت تقدروا الناس اللي بغاو يكوموندي يخلوا الكوموند ديالكم ان شاء الله حتى يوصل كيف ما قلت لكم نهار السبت. والثمن ديالهم بزوج راه باقي فيهم نفس لا بروموسيون ب 60 درهم، 60 درهم زوج ديال الفراشات الكبيره والصغيره بحال كتقع لكم وحده كغير ب 30 درهم فقط. والشكل ديالهم فريمون شي حاجه اللي راقيه بزاف. وكاين كذلك حتى هاد الطباسل هادو اللي كيجيو على هاد الشكل، كاين فيه هاد الشكل هذا اللي كيجي شويه هكا غارق كيف كيبان لكم ومسطح من هنايا فوالا. كاين فيه كذلك حتى هاد الموديل هذا اللي كيجي هكا كله هكا مزوق من الجناب في اللون البيستاش كيجي طبق لهذوك بيبرين. كاين فيه كذلك حتى هاد الشكل هذا اللي كيجي سامبل بحال هكا في غري. كاين فيه كذلك حتى هاد الشكل هذا ديال البلون كاسي كيجي بحال هكا. وعاد كاين فيه هكا البيستاش ديالو فوالا هكا داير كيجي هذا البيستاش سامبل. وعاد كيف سبري دوسكو كاين البيستاش اللي كيجي مزوق. الثمن ديالهم هادو راهم دابا اون بروموسيون، ماما كانوا ب 20 درهم دابا حاليا ب 18 درهم. 18 درهم حتى هما كذلك مده 10 ايام. تقدروا تاخذوا هكا الساسه هكا من كل لون ولا شحال ما بغيتوا، كيجيو فريمون جميلين بزاف هكا في الحطات. تحطوا فيهم حطات فرديه او تحطوا فيهم كذلك حتى الماكله ديالكم، اكيد راهم كيجيو زوينين بزاف في الشكل ديالهم. وكاين كذلك حتى المفاجاه ديال هاد لا فيديو اللي هما هاد الفريخات هادو. هضروهم لاول مره ان شاء الله في المحل، كانوا ديجا عندنا الفريخات اللي في الدوغي واللي في اللون الاسود لامعين اكيد. دابا حاليا رجعت لكم حتى اللون لارجونتيك نزولا عن طلبكم. الناس اللي دايرين التفريشه هكا في لارجونتيك راهم كاينين حاليا. وبالنسبه لهادو راه لو ديو ديالهم زوج كيجي الثمن ديالهم غير ب 50 درهم. وكاين كذلك حتى هاد الطبيصلات هادو كيجيو فريمون حلوين بزاف في الحطه، تحطو فيهم كحلويات تحطو فيهم اي حاجه بغيتو كيجيو بحال هكا. كاين فيهم هاد الموديل هذا اللي كيجي هكا فيه ابيض وفي داخل فيه هكا الرخامي. كاين فيه كذلك حتى هاد الموديل هذا اللي كيجي كيف كيبان لكم اوفال، وكاين هاد الشكل هذا. هادو كلهم كيجيو هكا بالبديع اللي فريمون ثقيل وزويونين فريمون بزاف في الشكل ديالهم. بالنسبه للثمن ديالهم راه كيجيو غير ب 13 درهم، 13 درهم عاود 15 درهم عند محلكم تصرفي دات صار. الناس اللي كانوا كيتسناو فيهم لا برومو ها هي دي راها جات 260 فقط. نكملوا وندوزوا دابا لهاد لي سوبور هادو الجديد ديال محلكم تصرفي دات صار، ها هما دارهم كاينين حاليا. الو بالنسبه لهادو كاين هاد لو موديل هذا، شوف كيف كيجي الشكل ديالو ما شاء الله هما كيجي جميل بزاف في الحطه. هذا كيجي لو سوبور ديالو راه بالميتال وكيجي فيه هنايا الكاس كيجي كله هكا بالزجاج. تقدروا تحطوا فيه تحطوه هكا وديروا فيه مثلا هكا المعلقات او الفراشت او اي حاجه كتحتاجوها. كيجي فريمون حلو بزاف هكا في الحطه وكيزين لكم هكا الموائد ديالكم. تحطوا غير هكا كديكور، تستعملوا حتى كبورت بوجي اكيد علاش لا، او تستعملوا هكا الاستعمال الاصلي كيف ما قلت ديال المعلقات. كاين هذا الموديل هذا اللي كيف وريتكم كيجي الثمن ديالو ب 75 درهم فقط. وكاين كذلك حتى هاد لو موديل هذا كيجي هذا بحالو نفسه غير هو كتزيد فيه هنايا هاد البابيون هادي في الفوق. الثمن ديال هذا كيجي ب 80 درهم كتجي بحال هكا. حتى هو كذاك السيبور ديالو كتجي هكا بالميتال وكتجي هكا الكاس ديالو بالزجاج. وكاين كذلك حتى هادو هاد لو ديو هادو كيجيو فيهم هكا زوج وعاد السيبور ديالهم كيجي حتى هو كذاك كله بالميتال. وكنذكر انه الكؤوس راهم كيجيو هكا بالزجاج. تحطو مثلا واحد فيها هكا المعلق واحد الفراشتا هكا او المواس مع هكا التقديمات ديالكم ديال الطاويلات كيجيو فريمون جميل بزاف. ماشي بحال كتحطو هكا ديريكتومون فما كيجيوش كيف كنقولوا عاطيين المنظر. دونك بالنسبه لهذه كيجي الثمن ديالها ب 100 درهم، كنذكر هذا بالزاج وهذا بالميتال. وكاين كذلك حتى هذا الموديل هذا فوالا كيف كيجي كيجي على هذا الشكل. بالنسبه لهذا راه كيجي لو سوبور ديالو فوالا كيجي على هذا الشكل كيجي كله هكا بالدوغي. وبالنسبه لهاد الكؤوس اللي كيجيو فيه راهم كيجيو هكا بالبليكسي كلاس، هذا راه ماشي زاج كيجي بليكسي كلاس وغنشرح لكم علاش. حقاش كيجي هكا كله من تحت كيف كيبان لكم مثقب فيه هكا زوج، وحتى من هنا كيجي فيه هكا ان بلاطو
باش تقدروا انكم تحطوه مثلا حدا البلاصه فين كتغسلوا اللوانين ديالكم، و اون فوا كتغسلوا هكا المعلقه هكا ولا الماس ولا الفراش فكتحطوهم هكا ديريكتومون فيه، ما كتخافوش عليه حقاش هو كله كيف تقسيت هكا بالبليكسي كلاس، دونك واخا كيبقى هكا كيتقطر هنايا الماء ما عنده باش شنو كيوقع ليه، وحتى ما كيتهرس حتى شي حاجه، كيجي على هذا الشكل. فمو هذا زوين بزاف، وحتى كذلك راه تبارك الله كيجي كبير، شوف قداش كيجي مقارنه مع اليد ديالي. بالنسبه للثمن ديالو راه كيجي غير ب 100 درهم، 100 درهم هكا فيه زوج لو سوبور الكبير كاع ديال البلكسي كلاس مع لو بلاطو ديالو اكيد تمام ب 100 درهم. الناس اللي كانوا كيسولوا على هاد هادي ديال الغزاله اللي في اللون الابيض، راه حطيتها دابا اكسبري غير باش نوريها لكم، راه جات اللون الابيض حقاش راه كانت ساره، واللون الاسود خلاص راه باقي متوفر في المحل، وكاين كذلك حتى الشكل بحالها في الابيض وفي الاسود، وهي كتجي فيها من هنايا هكا دي بوند بالدوغي، راه حتى هي كذلك راه كاينه، راه باقي دوزت لكم في الفيديو اللي فات، غير دابا الاشاره حطيتها حقاش بزاف ديال لي كوموند جاو عليها ومالوزمون كانت سالات، وحتى الاخرى ما بقاش فيهم كونتيتي كبيره، دونك الناس هكا اللي بغيو فدخلوا شوفوا في الفيديو اللي فات، راح تحطهم لكم بالديتاي، كتحلوها من هنا وكتحطوا فيها هنايا لي شارجيات ديالكم او لي موشوار، كيجيو كتجي زوينه بزاف في الحطه ديال الديكور، وفي نفس الوقت كتجي اوتيل كتستعملوها. نكملوا وندوز دابا لهاد القرعي هادو ديال العطريه كيف ما كيتسموا ديال الشوميشه، كيجيو على هاد الشكل، كيجيو هكا منظمين، كتجي فيهم هكا لو باك فيه 5، كيجيو كلهم بالبليكسي كلاس، وغير كتسغي كتجرو بحال هكا، وكتقدروا انكم تكبوا هكا العطريه ديالكم كتجي بحال هكا، وانتما كتحطوا شحال ما بغيتوا، حتى داك بغيتوا ديروهم حتى في التيروار ديالكم اكيد ممكن، وكتجي على هاد الشكل هكا الطريقه ديال الحلان ديالهم، او كتحلوها اكيد كامله هكا الغلقه ديالها. الثمن ديالها راه اون برومو دابا حاليا غير ب 40 درهم، 40 درهم فقط اكيد ديال تركيا. وكاين كذلك حتى هاد لو باك هذا اللي كيجي فيه هاد الباله هادي مع هاد المنشار، بالنسبه لهادي الثمن ديالها راه كتجي ب 23 درهم فقط، عند محلكم تخفيضات صرا كتجي هكا اليد ديالها كتب لكم فيها منظر زجاجي، و كيجي الثمن ديالها 23 درهم. كاين كذلك حتى هاد الباك هذا ديال المعالق، كتجي فيه 6 ديال المعالق، هادو كيجيو بلينوكس الممتاز، كيجيو تبارك الله ثقالين، كاين فيه هاد الشكل هذا، وكاين كذلك حتى هاد الشكل هذا ديال الفراشت، الثمن ديالهم راهم كيجيو غير ب 20 درهم، تاخدو ان شاء الله الشكل اللي بغيتو. وكاين كذلك حتى هاد بالنسبه لهاد لي باك هادو، راه كاين فيهم حاليا دابا المعالق الكبار، الناس كانوا كيسولوا عليهم، فيهم كذلك حتى المعالق الصغار، وفيهم حتى هاد الماس هادو، الثمن ديالهم راهو كيجيو ب 15 درهم، تقدرو تاخدهم هكا بثلاثة، كيجيو فريمون زوينين بزاف، الثمن ديالهم غير 15 درهم، حيت هما كذلك كيجيو فيهم نفس الشكل اللي كان ديجا فهاد لو باك اللي دوزت من قبل، راه كيجي فيهم نفس الديكور. نكملو وندوزو دابا لهاد المقص هذا اللي كتقدرو انكم تلصقو هكا في التلاجة ديالكم، كيجي على هاد الشكل، كيجي بسوبور ديالو، مكيبقاش نهائيا كتلف لكم المقص، حيت المقص هو أكثر حاجة كتلف في الكوزينة يعني عند تجربة، ولكن مع هذا فما كتبقى مكيبقاش نهائيا كتلف لكم، كيبقى دائما هكا أكروشي هكا في معلق في التلاجة، وكيعطي واحد المنظر اللي زوين بزاف. الثمن ديالو راه كيجي غير ب 20 درهم فقط، والمقص ديالو راه ما كيحفاش يعني كتستعملوه كيف نقول استعملوه عاود، راه كيتبارك الله ماضي مزيان، وتخدموا هكا الاستعمال ديال الكوزينه كاملين. نكملوا وندوزوا دابا لهاد لو بلاطو هذا، الوغ بالنسبه لهاد البلاطو اللي ما فايت ليه الشافو فراه كيجي كيتحل على هاد الشكل، وكتقدروا انكم تستعملوا بحال مثلا هكا في الكونجيلاسيون باي حاجه بغيتوا تكونجليوها، كتحطوها هنايا بحال مثلا الدجاج اللحم او حوت اي حاجه كيف ما كانت، وهو راه كيجي هذا عنده ما كيتقطعش، وكيجي كيتنفخ هكا يعني او كياخذ هكا لا فورم ديال داكشي اللي نتوما بغيتوا انكم تحطوه فيه. بالنسبه للثمن ديالو راه كيجي غير ب 20 درهم فقط، وكينظم لكم بزاف الكونجيلاتور، يعني العوض اللي بقى هكا داكشي في 100 كي ولا في تي ساشي فراه كيجي ملي كتحط هكا بلاطو فوق بلاطو كيبقى داكشي مقاد، وحتى ملي كتبغوا تجبدوا هكا بالنسبه للديكونجيلاسيون راه كيجي ساهل بزاف، غير كتحلو كتحيدوا الغلقه وكيبقى هكا كيديكونجيلا في لو بلاطو ديالو نيت، دونك كيجي سي بلو بروبر لو بغينا نقولوا، اوكي كتبقى لكم الكوزينه ديالكم نقيه اكثر وحتى منظمه اكثر. الثمن ديالهم ب 20 درهم واستعمالات متعدده ماشي جيتابل. نكملوا وندوزوا دابا لهاد لي طابي اللي اكيد كتسناهم كاملين، بالنسبه لهادو راهم كيجيو اي بي يعني كيجيو من هنايا مغلاضين فوالا، بالنسبه للسمك ديالهم راه ماشي الشكل الرقيق كيجيو، وهادو راهم شكل كيشرب الماء، كنتو ديما كتوصوني عليهم راهم رجعوا دابا حاليا ورجعوا في هاد الشكل هذا اللي كيجي بحال الشكل ديال نصف دائره هكا، كاين فيهم هاد الشكل هكا اللي اسود وفيها هكا رسومات هكا باللون الدوغي كيجيو زوينين بزاف، كاين فيهم هاد لو موديل هذا، كاين فيهم هاد الشكل هذا كنقول لكم ان شاء الله كلشي باش الناس هكا اللي بعاد، كاين كذلك حتى هذا بحال الاول اللي دوز لكم غير هو كيجي فيه في هاد اللون هذا بحال ما بين الطوب والكري، كاين كذلك حتى هاد الشكل هذا
حتى وكذا كيجي بنفس اللون، كتجي في داخل فيها هاد لابون ديال الدوغي، وكتجي كاين كذاك حتى هذا اللي داخل فيها كالشيبي مع بحال الموف بارد، وكاين كذلك حتى هاد لو موديل هذا. الناس اللي بغاو اي شكل غيديروا كابتشور ديكرون سيفطوا ليا. وكاين هاد لو موديل هذا، بالنسبه للثمن ديالهم راهم كيجيو غير 50 درهم فقط. الشكل ديال اللي كيشرب الماء هذا راه ماشي العادي، وحتى كذاك راه ما كيزلقش نهائيا، وحتى الطريقه ديال التنظيف ديالهم راه سهله بزاف، غير كترشوا الماء برشاشه راه في ساعه كيتنقاو، والثمن ديالهم غير 55 درهم كيف قلت. كاين كذلك حتى هاد الشبيكه هادي اللي كتجي هكا ديال لي فخيت، كتجي على هاد الشكل. بالنسبه لهادي راه كتجي الثمن ديالها غير ب 15 درهم فقط، كتخلي لكم هكا الكوزين ديالكم من دماغ، حتى في الحطه هكا كتجي من دماغ كثر هكا الطبله ديالكم، ومش بداو راكم تحطوا فيها غير في لي فخيت، تقدروا فيها مثلا الخبيز هكا وتحطوا هكا بشكل هكا فردي، او تستعملوها حتى كدير كصفايه مثلا هكا في الكوزينه، كتجي هكا بالميتال في اللون الاسود، والثمن ديالها ب 15 درهم. كاين كذلك حتى هادو، دابا هادو هما اللي كيجيو هكا فيهم بابي ديال الاير فراير، وكيجيو هكا جوطابل اللي كتستعملوهم هكا، تقدر تستعملو جوج مرات ولا هذا وابخي كتلوحوهم. وبالنسبه لهادو راه ديجا سبق لي دوزت لكم لو باك اللي كيجي فيه 30 بياسه، كاين كاين فيه شكل مربع وكاين فيه شكل هكا اللي داير بحال هكا، كيجي داير بحال هكا كيف ما كيبان لكم، كيجي المربع. الثمن ديال 30 بياسه منه راه كيجي الثمن ديالها ب 15 درهم فقط. وحاليا دابا جبت لكم هاد لو موديل هذا ديال 50 بياسه، هذا راه فيه 50 تقدروا انكم تحسبوها، راه كيجي الثمن ديالو ب 20 درهم. 20 درهم في بالنسبه للشكل ديال 50 راه كتجي فيه غير الشكل المربع، والشكل ديال 30 بياسه كتجي فيه المربع والداير. 30 بياسه ب 15 50 بياسه ب 20 درهم، كطيح لكم كيف نقولوا اقتصاديه اكثر. وكاين كذلك حتى هذا الموس هذا ديال الربيع اللي كيسهل عليكم بزاف التقطاع ديالو، حاليا دابا راه رجع من جديد، كيجي مع حتى ديك الفرشه باش كتنقيوه، كيجي بحال هكا، والثمن كتقطعوا هكا البوكي وكتبقاو كتقطعوا، الثمن ديالو كيجي ب 30 درهم فقط. وكاين كذلك حتى هاد العصاره هادي ديال الثومه، كتاخذوا كدريسات ديال الثومه ديالكم غير كتحطوهم وكتبانسيو بحال هكا غير لهاد الشكل، فراهما كتخرج لكم نيشان بحال الا حكيتوها، وكتخرج هكا رقيقه، وفي حتى هاد البلاصه تقدروا انكم تحلوا بها هكا الغلايق ديال اي حاجه مزهر مثلا او مناظر. وكاين فيها كذلك حتى هاد البلاصه هادي اللي تقدروا انكم تدقوا بها، متعدد الاستخدامات، 3 في 1 غير ب 15 درهم فقط. هذه سريع بالنسبه ليها، راه الكميه جد محدوده ومده 10 ايام فقط. نكملوا ندوز دابا لهاد القطع هادي ديال لي فخيت، خصوصا دابا هكا مع الصيف، فالاغلبيه كيبغيو كيف نقولوا شي حاجه اللي وجبات صيفيه، فكتحتاجوا بزاف هاد القطع هادي ديال لي فخيت. غير كتحلوا بحال هكا، كديروا هنايا البطاطا ديالكم هنا وكتضغطوا على هاد الشكل، بحال هكا كيخرجوا لكم لي فخيت ديالكم ديجا مقطعين وواجدين، والثمن ديالها راه غير ب 25 درهم، والكاليتي ديالها فريمون كتجي ممتازه. كاين كذلك حتى هاد الروبيني هذا، الناس كانوا كيسولوا عليه راه عاود رجع، وبهذا راه متعدد الاستخدامات، الثمن ديالو راه كيجي غير ب 30 درهم. حطيتو دابا غير باش نوريكم انه راه كاين. وكاين كذلك حتى هذه اللي كدير هكا فوق القرعه، دابا هكا مع فصل الصيف الناس كيحتاجوا بزاف انهم يشربوا الماء، هذه كديروها هكا من الفوق وكتخدم هكا بالضو، وان فوا كتكليكيو عليها فهي كتخرج لكم الماء، ما تحتاجوش تهزوا اشاك فوا البيدو، خاصه الناس كيكون عندهم هكا مشكل في الظهر ولا في الليل ما كيقدروش انهم يهزوا هكا الاثقال، فهذه راه كتجي فريمون عامله بزاف. وبالنسبه للثمن ديالها راه كتجي غير ب 70 درهم فقط الالكتريك. نكملوا ونبقاو دائما مع الميزات، كاين هاد القرعه هادو ديال العطريه كيجيو على هاد الشكل، هادو راه فيهم اربعه ديال لي بياس بحال هكا، تنظموا بهم مثلا هكا لي تيغواغ ديالكم وتحطوا فيهم هكا حتى العطريه، والثمن ديالهم راه كيجيو غير ب 13 درهم فقط اون بروموسيون، العوض تكون وحده ب 5 درهم، اربعه ب 13 درهم. وكاين كذلك حتى هاد البابي هذا ديال لاديزيف، هذا تقدروا انكم تغلفوا به اي حاجه مثلا لي بلاكار ديالكم لي تيغواغ، تقدروا تفرشوا فيه كذلك، حتى تقدروا انكم هذا كيجي كيتلصق يعني فيه اللصقه ديالو، وتقدروا انكم حتى تغلفوا به مثلا البوطاجي ديالكم اي سيرفاس كيف ما كانت، راه كيجي هذا كيستحمل حتى السخونيه، ما كتخافوش واخا تحطوا عليه شي حاجه اللي كتكون سخونه. وبالنسبه لهذا راه فيه 15 المترو، وبالنسبه للثمن ديالو راه كيجي ب 100 درهم فقط. كاين هاد لو موديل، وكاين فيه كذلك حتى هاد الشكل هذا ديال الرخامي الابيض، و
فوالا هذا راه ديجا سبق لكم وشفتوا الفيديو ديال الثيرموميكس، راه دخلوا غير القناه غتلقاو هو الاول غيطلع لكم، كليكيو على تخفيضات ساره اللي مكتوب هكا لتحت وغيطلع لكم الفيديو ديال الثيرموميكس. راه تما راني راه باين انني كنت مصورته في الكوزينه ديالي وديجا مغلفه به البوطاجي، راه كيجي فريمون عملي بزاف وكيبدل لكم الكوزينه ديالكم 180 درجه. راه تفرجتوا في الفيديو كامل ديال الثيرموميكس، في الاخر ديال الفيديو درت واحد لا غوسيت به اللي هي كبده مشرمله، خصنا مع عقرب دابا العيد الكبير دونك تقدروا انكم تشوفوا تفكروها تما في الكبده مشرمله. كان باقي ما مغطيش البوطاجي، وفي الاول ديال الفيديو راه كان كيبان لكم هكا مغطي، دونك باش يبان لكم هكا الفرق ما بيناتهم بزوج. وبالنسبه للثمن ديالو حتى هو كذلك راه كيجي غير ب 100 درهم، وماشي كتغلفوا به غير مره واحده على حسب نتوما الكبر ديال الكوزينه ديالكم، حتى زوج المرات او اكثر على حسب العبار ديال الكوزينه اللي عندكم. الثمن ديالو راه كيجي غير ب 100 درهم فقط، تقدروا تختاروا ان شاء الله الشكل اللي بغيتوا، حتى كذلك الثلاجه مثلا اللي عندكم او اي حاجه بغيتوا انكم تغلفوها. ودابا ان شاء الله المفاجاه ديال لا فيديو والحاجه اللي اكيد كتسناوها كاملين واللي هي لي طابلو. دابا هاد الاشكال اللي كندوز لكم راه باقيين شكلات وحدين اخرين، ندير لكم ان شاء الله مع اول موديل اللي هو هذا. شوف كيف كيجي ما شاء الله الشكل ديالو، وهذا راه العبار الكبير. سبق لي دوزتكم في الفيديو اللي فات العبار الصغير، هذا راه العبار الكبير ديالو. بالنسبه لهذا العبار اللي فيه كيجي 80 سنتيمتر على 50 سنتيمتر، هكا في الطول كيجي 80 وهكا في العرض راه كيجي 50، وكتجي فيه في الجناب كله هكا بالدوغي. ولا كاليتي ديالو شي حاجه اللي لا يعلى عليها، شي حاجه اللي ان شاء الله جيو مرحبا بكم المحل شوفوهم و ان شاء الله تحكموا. بالنسبه لهادو راه ديجا ملي دوزتهم لكم في الفيديو اللي فات فراه ما شاء الله كملوا كيف كنقولوا في داك الصباح، تيلمو تبارك الله جاو عليهم لي كوموند بزاف غير في الواتساب تبارك الله، راه تقريبا كلهم خرجوا. وداكشي اش بغيت نقول لكم دابا راه واخا كاين تبارك الله منهم ان كونتيتي اللي مهمه، ولكن هادشي ديال لي طابلو باش تقدروا انكم تختاروا الشكل ان شاء الله اللي بغيتوا اللي توتا لكم نتوما مع الديكور ديالكم، حاولوا انكم تهضروا معايا في اسرع وقت او ان شاء الله جيو ليهم في القريب هكا للمحل، خصوصا هاد العبار هذا الكبيره بزاف منكم كنتو كتوصيونا عليه. بالنسبه لهادو دابا بحال مثلا هذا اللي دوزت لكم راه كيقدر يمشي هكا لواحد، غنقول لكم ان شاء الله في الاخر الثمن ديالهم كاملين. كاين هادو كتاخذوا تقدروا تاخذوهم هكا بزوج راهم كيتواتاو مع بعضياتهم، او تاخذوا هكا لواحد كيجيو هكا بحال شكل هكا ديال البحر اللي كيجي فريمون غولاكسون بزاف. كاين كذلك حتى هاد لو موديل هذا ارتستيك بزاف، وحتى اللوان ديالو كيتواتاو هكا مع كيف ما كان شكل ديال الصالون ديالكم. بالنسبه لهذا حتى هو كذلك تقدروا تاخذوا هكا لواحد، تقدروا تاخذوا هكا بجوج راه كيتواتاو بزاف مع بعضياتهم. كاين كذلك حتى هاد الديكور هذا تقدروا هكا تاخذوا هكا بوحدو كيجي على هاد الشكل، وكاين اشكال واحد اخرى اللي كيقدروا انهم يتواتاو معاه. حتى هذا كذلك تقدروا تاخذوا كيف ما قلت لكم، والعبار الكبير كيف كنذكر انه كاين ديال 80 سنتيمتر وك على 50. والناس كيسولوا على العبار الصغير حتى هو كذلك راه جا حاليا، تقدروا ترجعوا ان شاء الله للفيديو اللي سبق لي وصورت لكم ديال العبارات الصغار، راه دوك الشكل كامل كاينين حتى في العبار الكبير. اي شكل عجبكم كابتشور وصيفطوه لي ان شاء الله، راه كاين في المحل. كاين كذلك حتى هاد لو موديل هذا كيمشي بزوج، يعني كيتاخذوا هكا بزوج مع بعضياتهم، راه كيجيو كيتواتاو بزاف بحال الشكل هكا ديال البصمه. الناس اللي بغاو يديروا كابتشور ديكرون ان شاء الله وصيفطوا لي. كاين كذلك حتى هاد الشكل هذا، بالنسبه لهذا ديال الورد راه كتقدروا تاخذوا هكا لوحده ولا تقدروا تاخذهم حتى مع بعضياتهم، راه ماشي نفس الطابلو كيتواتاو فريمون بزاف، ولا كتاخذوا هكا ثلاثه كديروا جوج هكا بحال بحال واحد في الوسط هكا مختلف. وكاين كذلك حتى هذا اللي كنتو كتسناوه كاملين ديال الغزاله حاليا دابا راه كاين فوالا، وهذا راه العبار الكبير كنذكر كيمشيو هذا كيمشي غير بثلاثه ديال لي بيس ما كيمشيش هكا لوحده. الناس اللي بغيوه فصيفطوها لي ان شاء الله في الواتساب راه متوفر. وكاين كذلك حتى هاد الشكل هذا الابيض اللي عجبكم بزاف في الفيديو الاخر، دابا حاليا حتى هو راه متوفر في العبار الكبير 80 على 50، وهذا راه كيمشي غير 3 بيس يعني هكا الشكل اللي بغاو ف ديروا لي كابتشور. وكاين كذلك حتى هاد لو موديل هذا كيمشي هكا لواحد فوالا. كاين كذلك حتى هاد الشكل هذا كيمشي ديما اون دو بيس ديال الغزاله حتى هو مع الدوغي. وكاين هذا تقدروا تاخذوه هكا حتى هو نيت معاهم راه كيتواتى بزاف في هكا هاد الاشجار، بالنسبه لها تقدروا تاخذوه هكا بوحدو ولا تقدروا تاخذوه كذلك حتى مع هادو راه كيجي تقريبا فيهم نفس الشكل. وكاين كذلك حتى هاد لو موديل هذا اللي كيجي ديال الحوته، غادي تقدروا تاخذوه هكا لواحد تاخذوا منه شحال ما بغيتوا مثلا زوج او ثلاثه راه اكيد ممكن. بالنسبه للاثمنه الشكل هكا الا خديتو هكا طابلو واحد يعني بحال ما خديتو هذا بوحدو راه كيجي الثمن ديالو ب 170 درهم، وإلا خديتو زوج ديال لي طابلو سوا هكا اللي كيمشيو مع بعضياتهم ولا نتوما تقدروا انكم تنسقوا كيف ما بغيتو، زوج ديال لي طابلو كيجي الثمن ديالهم ب 330 درهم. والناس اللي يبغيو هكا ثلاثه ديال لي طابلو يعني لو تريو بحال الشكل اللي وريتكم ديجا قبل فراه كيجي الثمن ديالهم ب 3 ب 480 درهم. هاد لا بروموسيون مدة 10 ايام فقط،
وكيف ذكرت راه على حسب الكونتيتي اللي موجوده حاليا في المحل او الكميه المتوفره، دونك الناس اللي بغاوهم فسارعوا. الوغ فوالا، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. الى عجبكم ما تنساوناش من لي لايك، تشتركوا في القناه وكذلك تضغطوا على زر ديال الجرس باش يصلكم كل جديد. والناس اللي مازال ما شافوش لا فيديو اللي دوزت فيها العبار الصغير راه رجعوا هكا لاشين، غنحاول نخلي لكم ان شاء الله في صندوق الوصف وفي اول كومونتير راح تلاقي كذلك فيها اشكال جميلين بزاف وراهم كاينين الناس اللي كانوا كيتسناوهم. الى الفيديو المقبل باذن الله، الى اللقاء.